بسم الله الرحمن الرحيم، ما كنز عظيم جدا جدا من كنوز السنة. الحديث أو الفضل الذي سأقوله الآن لحضراتكم لا أعلمه أكثر الناس من المسلمين. الفضل العظيم للدموع، يعني الدموع التي تنزل خشية الله سبحانه وتعالى أو تأثرا بالقرآن أو في أي فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام أو التابعين، يتجلى فيه خلق الإيثار أو يتجلى فيه عظمة هذا الدين. هذا الحديث رواه الإمام شهاب الدين البوصيري. الإمام شهاب الدين البوصيري من أئمة الحديث الأعلام، هو شافعي المذهب، له مصنفات كثيرة. روى هذا الحديث في كتابه إتحاف الخيرة المهرة في الأسانيد العشرة، وهذا من أعظم كتب هذا الإمام. رواه من حديث علي بن أبي طالب، قال عليه الصلاة والسلام. هو الحديث طويل جدا، لكن أنا هحرر حضراتكم فقرة، أحط حضراتكم الرابط بتاع الحديث ده. الحديث ده عظيم جدا، يعني بيتكلم عن فضائل كثيرة جدا، من ضمنها فضيلة البكاء من خشية الله، أو البكاء أو الدموع التي تنزل بسبب رب العالمين سبحانه وتعالى، بسبب رق قلب المؤمن. الحديث رواه من حديث علي بن أبي طالب، قال عليه الصلاة والسلام: من ظرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه مثل أحد في ميزانه. فدي أول حاجة. تعرفين جبل أحد؟ جبل أحد وزنه 45 مليار طن، يعني كل قطرة تنزل بيبقى ليك قيراط أو جبل زي جبل أحد. وكان له بكل قطرة في الجنة على حافتيها من المدائن والقصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن ربنا بيديلك بكل قطرة بتنزل من عينيك على حافتين الجنة، من المدائن والقصور. مدائن جمع مدينة، مدينة في الجنة بيبقى فيها آلاف أو عشرات الألوف أو مئات الألوف من القصور. القصر الواحد مساحته قد مساحة الكرة الأرضية كلها، مئات أو آلاف أو ربما عشرات الآلاف من المرات. دي المدينة الواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن بكل قطرة ربنا بيبني لك مدائن، مش مدينة، وقصور على حافتين الجنة. طبعا المقصود هنا مش خشية الله بس، يقاس على ذلك الدموع التي تنزل تأثرا بالقرآن، الدموع التي تنزل لو افتكرت موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا يعني انا بس كثيرا لما بفتكر الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف وضرب عليه الصلاه والسلام بالحجاره وجلس يبكي، ابكي اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى انت ربي، الى من تكلني، الى بعيد يتشهمني، ام الى عدو ملكته امري، لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت عليه السماوات والارض اشرقت عليه السماوات والارض، وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان ينزل بي غضبك او يحل علي سخطك، لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني دعاء يحرك الحجر، لذلك جبريل نزل على الفور ومعاه جبل ملك الجبال. انا بضرب لكم مثلا من امثله. فلذلك عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال كان دايما يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. لان عدم بكاء العين ده دل على جفاء القلب وقسوه القلب. لذلك في عنق هتخرج من جهنم يوم القيامه قبل الحساب، والناس واقفه في ارض المحشر لا يطفئها الا دموع العاصين من امه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاه والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس عين باتت تحرس في سبيل الله، وعينا بكت من خشية الله. والسبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما جدا يوريني أهمية البكاء والثواب العظيم للبكاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن نزل بحزن، إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه، أو طبعا القراءة والسمع سواء يعني الاثنين، فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني إيه فتباكوا؟ يعني معناه لو أنت مش قادر تعيط اعمل نفسك بتعيط، نحنح،
لغاية ما تعود قلبك ويرق قلبك فتبكي فعلا. فالدموع اللي تنزل من عين المؤمن بكاء من خشية الله، أو تأثرا بالقرآن، أو تأثرا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأثرا بموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب الكرام أو التابعين، بيتجلى فيها خلق الإصرار. يعني أقول لكم في مواقف كثيرة جدا، يعني مش ممكن لا تحصى، بيتجلى فيها الخلق العظيم والرفيع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو افتكرت موقف من المواقف ده وعينك دمعت. الصحابي اللي كان مجهد وتعبان وجعان، فاستضاف واحد من الصحابه ودخل البيت ما كانش لاقي اكل يعمله، فعمل ايه؟ خلى اولاده يناموا جعانين، واطفأ السراج وقال له السراج السراج خلاص هيخلص، واطفأه عشان قال له بس لازم تاكل معايا، وقال له هقعد اكل معاك بس السراج خلص، هناكل في الضلمه، هناكل في الضلمه. وعمل نفسه بياكل مع الراجل وهو ما بياكلش عشان يسيبه ياكل ويشبع. موقف انت لو تفكرت في الموقف ده هتبكي. فهو ده انا اقصده، ان انت لو لقيت فرصه، اي فرصه للبكاء ابكي. دمعه واحده ربنا يبني لك بيها الاف او عشرات الالوف او مئات الالوف من القصور في الجنه، يبني لك بيها مدائن في الجنه، دمعه واحده تنزل من عينيك. ف ان شاء الله هقول لكم حديث عن ثواب بناء المساجد. الرسول بيقول فيه، ربنا سبحانه وتعالى بناك بكل حجر 40,000 مدينة، في كل مدينة حاجة، مش في كل مدينة 40,000 قصر. يعني فبقول لحضرتكم المدينة، في كلمة مدينة في الجنة دي معناها شيء لا يوصف. يعني الكرة الأرضية كلها بما فيها لا تساوي قطرة في بحر بالنسبة للمدينة في الجنة. فيا ريت نحيي هذه السنه اللي هي البكاء. ربنا سبحانه وتعالى دايما يذكر، حتى تذكر في اكثر من موقف، البكاء مع سجده التلاوه البكاء. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اولئك الذين انعم الله عليهم من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الله خروا سجدا وبكيا. كان سيدنا عمر يتحسر لما يبكي ومش لاقي دموع في عينيه، بيتحسر يقول هذا السجود اين البكاء؟ اين البكاء؟ اجيب مين؟ مش عايز يبكي، مش قادر يبكي، بيتحسر على البكاء. لذلك سيدنا عمر الخطاب نفسه كان بيتباكى وهو بيصلي في قيام الليل، كان عنده خطين سود هنا في خدوده من كثره البكاء. لان الرسول علمنا كده، اللي هو قال لهم ان ذكرتهم ان هذا القران نزل بحزن، فاذا اقتموه فابكوا، فاذا لم تبكوا فتباكوا. فالدموع اللي تنزل دي عند ربنا غاليه جدا، ربنا يبني لك بها ما لا يحصيها عقل. ف انا هكتب لكم الحديث دوت، فيا ريت كل واحد يسمعني دلوقتي يحاول دايما يستحضر اي موقف، خصوصا لما يكون قاعد لوحده، في القران في السنه، اي شيء يخليه يبكي. غير ان البكاء طهاره كامله للذنوب، طهاره كامله للذنوب. يعني ممكن تخرج من البكاء ده طاهر من الذنوب تماما اللي انت عملتها في حياتك كلها، كبائر وصغائر. انا هكتب لكم الحديث وهحط لكم رابط في الوصف هنزلوا هذا الكلام وانشروه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.